بعد ما نلاحظ اذا سيكون علينا النتائج ديال المباراه سواء في التجميد ديال القران الكريم او في المسابقه الثقافيه. اذا بالنسبه للمتصدرين للمسابقه الدينيه عطتنا يد. اذا المرتبه الاولى ابي سليم العياشي، المرتبه الثانيه عطينا قاصر الاستاذ ولا ماشي؟ إذا المرتبة الثانية عبد المؤمن، مجموعة مدارس عبد المؤمن. المرتبة الثالثة سلطان ولي الحسن. المرتبة الرابعة مجموعة مدارس أعباري. والمرتبة السادسة الخامسة مجموعة مدارس شفاعة. هذا بالنسبة للمسابقة الدينية. إذا عبد السلام العياشي، أبي سليم العيال اللي قلنا بالتفريق مثنى التجويد. التجويد راه التجويد 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 القواعد ديال التجويد والتجويد قواعد التجويد قواعد التجويد قواعد القراءة الجائزة الأولى، القراءة الجويد ديال القرآن الكريم، مع المدارس الحكومة. المرتبة التاسعة سلطان ملك حسن. إذا انتقلوا للمسابقة الثقافية، نتائج المسابقة الثقافية. إذا المرتبة الأولى إذا المرتبة الأولى مجموعة مدارس عبد المؤمن، مجموعة مدارس عبد المؤمن. دور غير الدور المرتبة الثانية مجموعة مدارس أعباري. ثم المرتبة الثالثة مجموعة مدارس السلطان ملك الحسن. إذا ثم المرتبة الرابعة مجموعة مدارس التفاحة. ثم المرتبة الخامسة مجموعة مدارس أبي سليم العياشي. شكون يلا
شوف صور